أنا المقدم محمد الخليل، مدير منطقة الدلم. تم السيطرة على المنطقة كضباط وكعناصر وصف ضباط من قبل الجيش الحر، سيطرة كاملة، وتم اعتقالنا بشكل كامل من قبل الجيش الحر. طيب سيادة المقدم، شو رأيك بالثورة بشكل عام والجيش الحر تل كتيبة جعفر بن أبي طالب، شو رأيك فيه؟ الثورة بشكل عام هي ثورة لا تطالب إلا بحق من حقوقها، بحقوق موجودة تطالب فيها، وليس تبحث على أشياء ثانية أو أمور ثانية أو من الأمور الإرهابية أو من العصابات الإرهابية حسب ما نسمع من خلال التلفزة السورية. طيب أنت سيادة المقدم، قبل ما تقع بالأسر، نعم، ليش ما كانت الصورة واضحة لإلكم شخصيا؟ لأنه كانوا يوضحون بالإعلام أنه الجيش الحر عبارة عن عصابات مسلحة فقط. شو رأيك أنت هلا بعد ما عدت؟ لا أبدا، الجيش الحر عبارة عن فئة من الأفراد من ذوي الخبرة العالية عسكريا ومن ذوي التعليم العالي، ولهم قيادة صحيحة يستندون إليها بالتعليمات وينفذون هذه التعليمات بدقة، و لا يقومون بأي عمل خارج عن المنطق أو خارج عما تنبذه النفس البشرية. طيب هذا الجيش الحر بشكل عام، شو رأيك هون كتائب جعفر بن أبي طالب من ناحية الأخلاق والمعاملة؟ أنت شفت أي إساءة أي من قبلنا ناحية كتائب جعفر بن أبي طالب؟ أنا تفاجأت بوجود مثل هذا الجيش بمدينة التل اللي يتمتع، وهذه الصورة اللي أخذتها أنا عبارة عن صورة حقيقة للجيش الحر، وصورة كانت توضح معنى الجيش الحر لما يمتاز به من معنويات عالية، من إيمانه الكامل بالوصول إلى حدا أسألك حدا أبداً تعاملنا كأسرى حرب معاملة جيدة جدا، ولا أتوقع أن يوجد في أي دولة وليس على مستوى ضمن دولة، لا يوجد في أي دولة معاملة مثل التي تعاملنا بها. بيرضيك أنت شو رأيك بالشيء اللي عم يصير بشكل عام بسوريا؟ بيرضي أي شخص عنده ذرة ضمير؟ أبدا من المسيح. طيب انت شو توجه نصيحه لكافه افراد وعناصر قوى الامن، قوى الامن الداخلي، قوى الامن السياسي، كافه عناصر الامن؟ انا اتوجه بنصيحه الى ضباط وصف ضباط وعناصر وزاره الداخليه والجيش العربي السوري ان يكون مع الشعب وليس على الشعب، وان ينشق عن هذا النظام. ولعناصر الجيش السوري وجهت نفس هذا الكلام إلى عناصر الوزارة والجيش. شكرا سيادة المقدم.